برج الحمل. برج الحمل هاي القراءة تناسب اللي طالعوا الحمل أكثر دقة، اللي بيعرف إنه برجه الشمسي من الحمل ممكن يستفيد من هذه القراءة، واللي قمره في الحمل أيضا ممكن يستفيد من هذه القراءة. طبعا بنصح الجميع إنه في البداية تسمعوا فيديو الأحداث الفلكية، لأنه مذكور فيها التواريخ، كل حركة انتقال الكواكب خلال هذا الشهر، حتى اللي بيحب يستفيد من تحديد هذه التواريخ يستفيد منها قبل ما يسمع البرج بشكل عام شو ممكن يحكي له. طيب، بالنسبة للحمل، احنا شفنا انه في فيديو الأحداث الفلكية انه معظم تركيز الكواكب راح يكون في القوس والجدي. هدول البيتين اللي هم البيت التاسع والبيت العاشر بالنسبة لبرج الحمل. البيت التاسع اللي هو بيت السفر، بيت الدراسات العليا، بيت المعتقدات اللي احنا بنآمن فيها، بيت الفلسفة العليا للإنسان. في هاي الفترة بوجود الشمس في خلال شهر ديسمبر قبل ما تنتقل للجدي، راح يشعر برج الحمل بأنه معتقداته اللي وإيمانه بنفسه يتعرض في هاي الفترة للاختبار، ويبدأ يتساءل إنه هو هل هو في الطريق الصحيح أو لا. أيضا هاي الفترة راح تسلط الأضواء على الأشخاص اللي من برج الحمل اللي في طريق دراسة عليا، ممكن في خلال هذه الفترة يبدأوا بالحصول على النتائج النهائية لدراساتهم العليا، وحتى لو في بيكونوا في دورات تعليمية مثلا كلغة مساعدة أو دورة حرفية معينة، أيضا يبدأوا خلال شهر ديسمبر يحصلوا على نتائج هاي الأمور، حتى بعد هيك طاقتهم راح تبدأ تتحول للاتجاه لمهنتهم. طبعا وجود الزهرة والشمس في القوس في خلال النصف الأول من شهر ديسمبر راح يتقابل مع القمر المكتمل اللي راح يكون في أول ديسمبر، راح يكون القمر مكتمل في الجوزاء. مثل ما حكيت الجوزاء هو البيت الثالث، ممكن تتعرض أو يتعرض برج الحمل لبعض العلاقات اللي هي المرتبطة بالجيران، بالأصدقاء المقربين، بالأقارب اللي في داخل العائلة، مش الإخوة والأخوات، إنه يحدث في بعض النهايات في هذه العلاقات، أو يعني تصل لمرحلة إنه يشعر فيها برج الحمل إنه هاي العلاقات ما عادت تقنعه بالشكل الكافي اللي يستمر فيها لفترة طويلة، فممكن يتخذ قرار خلال هذه الفترة انه ينهي هذه العلاقات. ايضا اللي في داخل دورة تعليمية ممكن هاي الفترة مثل ما حكيت يوصل لبعض النتائج النهائية، يحدد طريقه اللي راح يسلكه من بعد هذه الدراسة في مهنته. طبعا التشالنج الواضح بالنسبة لبرج الحمل خلال شهر ديسمبر بشكل عام هو أورانوس اللي بيتواجد بزاوية تربيع مع بلوتو في البيت العاشر، وبزاوية تقابل مع المريخ في الميزان، وحتى في بداية دخول المريخ للعقرب أيضا تستمر هذه الزاوية في تقابلها مع أورانوس. هاي الزاوية بلا شك انه راح تضع امور مهمة في حياة برج الحمل على المحك، لانه بيت الميزان هو يمثل البيت السابع بالنسبة للحمل، والجدي اللي بيتواجد فيه بلوتو هو البيت العاشر، والحمل اللي بيتواجد فيه اورانوس هو البيت الاول، فهذه بيوت اساسية في حياة برج الحمل. ممكن يختبر بصعوبة في خلال هذه الفترة في شهر ديسمبر كثير من أصحاب برج الحمل، وبالذات الأشخاص اللي من العشرية الأخيرة أو اللي طالعهم في الدرجات الأخيرة في برج الحمل، يعني ما زالوا بيتعرضوا لتأثير أورانوس المباشر، راح يشعروا بصعوبة هذه الزاوية. هذه بشكل عام
يعني ما راح أخبي عليكم إنه الزاوية صعبة، لكن بلا شك في تغيرات تانية إيجابية في حياة برج الحمل. بعد هيك، بعد ما تنتقل الشمس من برج القوس وتدخل لبرج الجدي، راح تسلط الأضواء على الكارير اللي بيتخذها برج الحمل في حياته. أيضا راح تسلط الأضواء على الحالة الاجتماعية لإله، لأنه إحنا عندنا هاي أو الشمس راح تدخل في زاوية اقتران مع زحل. زحل راح يضع لمسته على الشمس اللي راح تسلط الأضواء على البيت العاشر. هنا الشمس تمثل بالنسبة للحمل الأثوريتي فيجر في حياته، سواء كان هذا الأثوريتي فيجر هو إدارة عمل أو سلطة في العائلة. مش كل الحمل بيكونوا موظفين أو أصحاب بيزنس، في منهم ما زالوا تحت إدارة العائلة، يعني أقل من السلم القانوني. فراح تسلط الأضواء على السلطة العليا في حياة برج الحمل. كثير من برج الحمل راح يجد فرصة ممتازة للتطور المهني في خلال هذه الفترة. يعني وكأنه هون زحل لما يبدأ بالانتقال في النصف الثاني من شهر ديسمبر لزحل، لا عفوا للجدي، بمصاحبة الشمس، وكأنه بيحكي لبرج الحمل انه الصبر والتعب اللي تعبته خلال هاي الفترة راح تبدأ تجد نتيجة إيجابية على ذلك. ليش انا توقعت انه هذا الشيء إيجابي؟ لانه عندنا احنا النقطة اللي راح يدخل فيها الشمس وزحل في اقتران مع في دخوله لبرج الجدي، راح تكون بالنسبة للحمل هي المنطقة الميد هيفن، البيت العاشر بالنسبة له. وهنا زحل والشمس راح يصنعوا زاوية إيجابية مع المريخ وأيضا مع أورانوس اللي بيتواجد في برج الحمل. فكثير من أصحاب برج الحمل راح يكونوا يعني بمعنى إنهم بايونير في المهنة تبعتهم، فراح تتسلط الأضواء عليهم فرصة إيجابية خلال هذا الشهر، يجدوا توسع مهني، منهم من يحقق منصب عالي في مهنته، منهم من يغير تغيير يعني جذري نوعية المهنة اللي بيعملها ويبدأ بالانطلاق مثلا من مهنة كموظف وينطلق لبزنس مستقل. فالتغييرات المهنية بالنسبة لبرج الحمل واردة جدا وبشكل كبير خلال شهر ديسمبر، وراح تضع الخطوة الأولى بالنسبة لبرج الحمل على طريق تأسيسه لمهنته طول ما هو موجود زحل في برج الجدي على السنتين ونص القادمتين إن شاء الله. فإذا هو في مرحلة فيها صعوبة، فيها تأسيس، فيها إحساس بالمسؤولية، وفيها انتقال من نقطة إلى نقطة ببطء لكن بثبات واستقرار. هلا بالنسبة للمريخ مثل ما حكيت اللي راح يكون متواجد في البيت السابع بالنسبة للحمل، بالتأكيد البيت السابع راح يتعرض لبعض التحديات خلال هذه الفترة. حكينا انه البيت السابع هو بيت الشراكات، شراكة مادية، مهنية او شراكة عاطفية. المريخ ما بيكون مرتاح في هذا المكان في الميزان، بيكون detriment لأنه هو الحاكم الطبيعي لبرج الحمل، والميزان هو نعتبر أنه هو البرج اللي بيصنع السلام ما بين الأبراج، يعني ما بين الأشخاص، بيحاول يرضي جميع الأطراف. هون المريخ بتضيع طاقته وبيفقد القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، ويتحول لقرارات تكون عشوائية، مش عارف ياخذ القرار الحاسم. لكن مع تقدم المريخ في 10 الشهر لبرج العقرب وابتعاده عن مقابلة أورانوس، بيبدأ شوي شوي برج الحمل، لأنه بيشارك برج العقرب في نفس الحاكم اللي هو المريخ، يبدأ شوي شوي برج الحمل يستعيد نشاطه ويستعيد
تفكيره بشكل يكون عميق ومنطقي أكثر، وبيعرف ساعتها ياخد القرار المناسب في علاقته مع الطرف الآخر، مين ما كان هذا الطرف الآخر. إما إنه تكتمل هذه العلاقة بشكل إنه يحدث فيها نوع من التغيير اللي يخليها تعيش لفترة أطول، أو طبعا إذا كانت العلاقة هشة فهي تعتبر أرضية خصبة لحصول انفصال في هذه العلاقة. تراجع عطارد بالنسبة للحمل. تراجع عطارد مثل ما حكينا راح يكون في البيت التاسع في القوس. هنا في هاي المرحلة يشهد برج الحمل بعض التشويش الذهني، بالذات اللي بيدرسوا بحاجة لبذل مجهود أكبر، اللي بيقدموا على دراسات عليا بحاجة لبذل مجهود أكبر، كأنه ما يعتمدوا فقط على أنه تركيزهم في المحاضرة مثلا، القراءة السطحية، لا، بحاجة لبذل مجهود أكبر، لأنه هنا عطارد بتراجعه رح يعرضهم لاختبار فعلي لقدراتهم الذهنية. فكمان الأشخاص اللي بيجهزوا أوراق للسفر اللي من برج الحمل ممكن تتعرض هذه الأوراق لبعض التعطيل. يحصل أيضا أنه بعض الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراءات دراسة أو إجراءات سفر أو حتى إجراءات قضائية يحصل أنها تتعرض للفقدان أو حتى للنسيان في أماكن مختلفة. طبعا راح تستمر زاوية التربيع الحاصلة ما بين أورانوس والجدي وبلوتو في الجدي، وراح تعرض هذه المنطقة، ما تزال منطقة البيت العاشر، بحاجة لإجراء بعض التعديلات اللي راح تكون تعديلات وتغييرات بشكل نسميها settled change، يعني تشتغل على subconscious أكثر من الconscious. فبيشعر الحمل نفسه إنه هو بحاجة يجري تعديلات في حياته المهنية بشكل كبير. مثل ما حكيت في الأول، ممكن كثير من أشخاص برج الحمل يغيروا تغيير قطعي نوعية المهنة اللي يشتغلوا فيها، منهم ممكن حدا يفكر إنه خلاص آن الأوان إنه يستقيل، منهم آن الأوان إنه يفتح بزنس خاص لإله، منهم يفكر يغير نوعية العمل وينتقل لتخصص يختلف تماما عن التخصص اللي كان يعمل فيه. هذا بالنسبة لوضعية برج الحمل.